يحاول الترجي يلعب أكثر على الأروقة واستغلال سرعة وفنية حسام غشة. هذه كرة فرصة خطيرة في منطقة الجزاء، الهدف الثالث، حسام غشة يضيف الهدف الثالث للترجي. عفوة كانت في دفاع نجم المتلوي، يستغلها لعب الترجي. كنت تحكي عليه مهارات وفنيات وسرعة هذا اللاعب، يسجل الهدف الثالث حسام غشة. بالفعل هو اللي يسجل الهدف الثالث في الوقت اللي غابت فيها الحلول على الترجي. هذه كرة العفوة كانت من دفاع نجم المتلوي، حط الكرة قدامه حسام غشة.